73. مرحبا بالناس الكل، اهلا وسهلا بكم. انتم اللي التحقتوا بينا في التوقيت هذايا، تحيه لزميلنا بشير. وديجا قاعدين نشوفوا في الفيديو لايف اللي موجود على الباج فيسبوك، قاعدين نحاولوا ننقلوا لكم الاجواء نتاع استئناف النشاط لبعض المحلات اليوم، المحلات التجاريه، محلات بيع الملابس الجاهزه، بيع الاحذيه، هذايا الكل اليوم اللي يرجعوا يستأنفوا النشاط نتاعهم. شنو استعداداتهم للعوده هذيا؟ التفاصيل ناخذوها من عند سالي بن يحيى توتسويت، الرئيس اتحاد الصناعه والتجاره والصناعات التقليديه بسوسه، توتسويت في اخبار الساحل. سالي صباح الخير. اهلا وسهلا، نهارك سعيد. مرحبا بك يا سيدي، ان شاء الله نهارك فل. اهلا وسهلا ومبروك عليكم العوده ساعه. يعيشك، مبروك على الجميع، مبروك على التجار والصناعيه والمواطنين وكل. سالي، نحن نحبوا نستفسروا شنية الاستعدادات اليوم متاع للعودة، العودة هذه عودة استئناف النشاط بالنسبة للمحلات، بيع الملابس الجاهزة، بيع الأحذية، الناس اللي رجعت تخدم اليوم. هي رجعت الناس كل تخدم اليوم، وربي يجيب لهم القسم إن شاء الله يا ربي. وراهو كما تعرف معناها فما معامل كانت مفكرة وقاعدة تخدم تجيب سلعته، معناها ماشي تنقل من بلاصة لبلاصة، هي الموتوريزاسيون جوستومون، معناها ما ينجمش يتنقل الجمعة اللي فاتت، الجمعة هذه كيما شي حاجة اليوم معناها ماشي يمشي يتنقل، ما تمشي السلعة نتاعو على صبور يلقى ولا ما يلقاش، وبعد ما يجيب السلعة والسلعة اللي كانت عنده لما باعهاش نتاع مارس وابريل دخلت عليه السيزون هذه توا مش يبدل الارتيكل هكايا، دونك هذيك فلوس باش تقعد العام الجاي وان شاء الله ربي يجيبوا له الخصم. فهمتني؟ بحيث معناها فما مشاكل كبيره، معناها تعرف انت الموفمون ماهيش مش ترجع كالعاده، كي تعرف المواطنين الكل كما نعرفوا معناها مشاكل، معناها ما خدموش. اي ما عدا الموظفين الخاطر خالصين والمؤسسات الخاصه الكبيره، اما بالنسبه للقواجي وبالنسبه للواحد وبرشا مساكن تعبين برشا. جوستومون ولا واجي مثلا الشوفير ومول الرخصه تلقاه تعب، منين مش يجيب؟ به على قليله الدوله خمتش في الناس هذوما اللي باش يرجعوا يخدموا اليوم، اللي عندهم صعوبات بتاخ حتى في خلاص الخدمه اللي معاهم. الدوله عملت ال 200 دينار هيكم اللي عملوها، اما انا مش يعطيها للواحد على مبلغني ما نعرفش، يقولوا مازال ما وصلنا شيء بالنسبه لاصحاب الرخص اللواج والواحد، يقولوا ما وصلناش. انا ما وصلت لهمش الفلوس، يعني انا معناها ما نجمش حاجه نقول ايه ولا لا، خاطر ما عنديش حاجه ثابته. اما على مبلغني من اشخاص قالوا لي راهو مازال ما وصلنا شيء. مفهوم. الرعايه بتاع الدوله بتاع ال 200 دينار بتاع هذاك بالنسبه للمؤسسات اللي تمر بصعوبات الكورونا هذه راهي ما وصلهمش حتى شيء حسب مبلغني، ما نجمش نلزم نقول ايه ولا لا، خاطر رغم اللي هما معناها من الناس اللي شملها الدعم هذا، متضرين وشملها الدعم. شملها الدعم يعني نحكي على الناس اللي شملها الدعم، مانيش نحكي على الناس اللي راح، خاطر المؤسسات احنا مؤسسات النسيج الاقتصادي نتاع البلاد هو معناها في تونس راهو مؤسسات صغرى ومتوسطه اكثر من 90%، المؤسسات الكبرى فهم معناها 10%، والناس اللي قاعده تخدم معناها الصغرى المتوسطه فهم معناها شويه متوسطين لاباس، اما لكن الاغلبيه الساحقه هما معناها مؤسسات صغرى ومتوسطه. مفهوم. هذوما يعني ينجموا معناها يسلكوها في مارس، يسلكوها في ابريل، اما بعد ضربها مقفاه. معناها سي علي نفهم من كلامك انه بخلاف الدعم اللي عطته الدوله هذايا اللي بين ظفرين نورمالمون يكون وصل، وحسب كلامك انت تقول بلغوك اللي هو ما وصلش، بخلاف الدعم ال 200 دينار اللي عطتهم الاصحاب المؤسسات الصغرى هذوما والا اللي عندهم لي باتونت كيما هكا، ما فماش اجراءات اخرى باش تعاون القطاعات المتضره في الكورونا هذيا بالنسبه للناس اللي ترجع تستأنف العمل نتاعها اليوم. حاليا ما فماش، اما لانها وامر كونه معناها بالنسبه للبنوك، البنوك ما ابداتش حتى استعداد باش تعاون هالمؤسسات هذه، فما البعض مثلا اللي معناها باش يعطيو قروض للناس هذه، سمعنا كانوا مش يعطيو قروض ومازلنا ما نعرفوش عطاهم عطاهمش، الواحد كل معناها مؤسسه ولا كل تاجر توا يتصل بالبنك نتاعه باش تعاونوا وياخذ قرض معناها يبدا يخلص فيه بعد مثال بعد 4 أشهر ولا 5 أشهر حسب المفاهمه بتاعهم، وان شاء الله ربي يكون في العون. ان شاء الله. على في اعتقادي
إذا كان مش نقلوا على الوتيرة هذه فأنا فهم مؤسسات وعمال مش لقاها من برا. هذا لا الدولة تلفتت لهم أكثر من 200 دينار متاع الكاري الأصفر والكاري الأبيض هيك وأسفار أخذوا لكل الناس كله ولا لا و200 دينار أنا مش أعطيهم المؤسسات على مبلغني بس ما يوصل لحد فهمت على مبلغني ما نعرفش ربما ما ناس وصلهم واني مع البنيش ما نعرفش والعلم لله أما الشيء الثابت اللي عندي كونه الناس ما هو بخذات شيء سعلي هو اليوم انتم نحكيوا على قطاع الملابس الجاهزه اليوم يرجعوا يستأنفوا للعمل نتاعهم كما قلت انت ان شاء الله ربي يعينهم ان شاء الله ان شاء الله كانوا ما نجموش يجيبوا سلعه وكل انتم اليوم نحكي على القطاع شنو اجراءات السلامه مثلا اللي باش يتم اتخاذها تعرف انت انه فما عيد على الابواب المواطنين برشا يخرجوا باش يشريوا حوايج فما اقتراحات هي على 15 متر مربع مثلا جزء من الناس مثلا فهمت بالمتر تو فما معناها هم تو الخيان ما الواحد في الحاله هذه يولي يكلمك رئيس الغرفه ويعطيك شيء الاجراء هذا مش شيء بلغني هذه ولا نعرفه اللي نعرفه كونه معناها المسافه هذيك موجوده ويدخلوا مثال بالزوز والبثلاثه فما حوانة أربعة وخمسة يدخلوا بالأربعة فما حوانة معناها واسعة حسب قديش المساحة متاع المحل حسب المساحة متاع والحوايج المعروضة وصبابة المعروضة كيفاش معناتها باش مثال أنا نمشي باش نقيس وإلا ما فماش قياس ولا كيفاش باش يتعاملوا مع الحرفاء في الأمور هذي بتميع هما تو معناها فما هاك الوحدة جاء يعمل الكاك ويمسح يديه ويعطيه الصبات ويعملوا تعقيم بطبيعة هم الكل معنا كل حنوط دي بالنسبة للأسباب تما الحوايج باش يدخلوا يقيسوا العبيد وإلا لي حوايج صغيرة باي اكزامبل إيه والله توا معنا نشوفوها مع الولاد معنا الخضراني مش صاحب مطجر إيه هو سي علي ربما الحكاية بسيطة وإحنا نستغربوا مثل هالسؤال ولكن فهم برش عبيد رأيت اليوم تتسائل كيفاش باش تشري حوايج اللي ما يعرفش تاي وباي اكزامبل ولا باش يشري ممكن كل شيء ممكن وفي الصغيرات تعرف انت حتى لي تايم تاعهم صغيرات ينجم يتبدل دونك باش يقيسوا اي نجم ينجم يقيس على القطعه هذيك اي جوستومون القطعه هذيك بعد ما يقيسها تو فما معناها ماشي نشوفوا تو بعد كيفاش الاولاد معناها ما تحدثش معاهم ما نكذبش عليك اما الشيء انا مسافه الامان هذيك تحدثنا فيها مسافه الامان هذيك اوتوماتيكمون ما يقيسش الحقيقه ما نعرفش اي لكن ما خممتوش فيها معناها سي علي لازم خموا بطبيعة اليوم حلو سيالي كلمكم كانت تحب تتصل برئيس الغرفة في الموضوع هذا ما يسالش فهمني نعطيك المروه احنا اتصلنا سي رئيس الغرفة سي وسام المرة اللي فاتت وقال باش يتم اجتماع على مستوى الاقتراحات على قليلة عملتوش الاجتماع هذايا عملوها بطبيعة راهم عملوها مش الاجتماع كله نشرف عليها اما يذولي نفس النقطة متى مش تطرق لها سيالي هو رئيس لجنة التجارة وسام دونك هو معناه يشرف على الاجتماع هذا خلينا في ربي خلينا في الحاجات العامة المقاهي وهذوما أيامات أخرين إن شاء الله باش يرجعوا أيامات أخرين إن شاء الله هاي فيهم إجراءات معينة للسلامة وإلا مازلتوا زادة ما حكيتوش ما تعرفوش كيفاش مازلنا ما حكيناش معناها مازال ما فماش حياة واضح وقتاش يحلوا بالضبط من ناحية أخرى يلزم معناها القهواجي ولا غير القهواجي ولا أي معناها تاجر مش حل يلزم قبل بثلاثة أربع أيام باش يركع أموره يكون على علم مالا باش يحضر روحه ويحضر التعقيم ويركع أموره فهمتي ولا به والحلاقين اللي راجعوا اليوم يخدموا حلاقين هذا معناها لابسين البافات لابسين واحد معاقبين ويخمر واحد كيما الطب شو اللي كيما الطب معناها اجراءات السلامه كيما الطب ايه بطبيعه كيما اللي كان يبدا هذيك نتاع الضبط اما يبداو لابسين ولابسين البافات ولابسين كل شيء وبس بالنسبه للعدد الاشخاص اللي يكون موجود في وسط المحلات زاد كيف نجموا نحكيو حسب المساحه به هذا بالنسبه للانشطه اليوم اللي تستهدف العمل نتاعها الحقيقه سؤال يجيني نتصور زاد الناس اللي تسمع فينا نسال نفس السؤال كيفاش مع الكوفر فو المده الجايه باش تحل القهاوي ولي ريستوران كيما مستنسين في رمضان وفي سهريات رمضان الحمد لله رب العالمين اللي معناها تونس والمواطنين حاسين والحاجه الباهيه الميديا انتوكم نشكركم شكر كبير برشا انتوما اللي خدمتوا خدمه كبيره ياسر باش حطيتوا في المخ نتاع الانسان نتاع التونسي كونه فما ضر يداهم فيه هذا خليته
هو بنفسه معناها يولي يحافظ على روحه. مفهوم. فهمتني؟ دونك هنا معناها تعمل على الوعي الذاتي للمواطنين سي علي. احنا توا نقوم بواجبنا كتاجر كقهوجي ك مصنع ك الكل معناها كل القطاعات تقوم بواجبها وتعمل التعقيم وتقوم وتلبس الباصات وتعمل مسافه الامان وتعمل الجيل وتغسل يديهم بالصابون وكل هذا متفاهمين. والمواطن بنفسه هو واعي هذا الحاجه الباهيه. الحاجه الباهيه كون المواطن التونسي واعي بالخطر هذا وواعي كونه معناها الفيروس هذا ما يطراش وواعي كونه معناها كل انسان معرض للمشكله هذا. دونك معناها اوتوماتيك معناها ما يلوحش روحه. وهذا اللي احنا معناها معاملين عليه من ناحيه القيام بالواجب الخيان معانا القطاعات نتاعنا كمهنيين وكتجار وكحرفيين. ومن ناحيه معناها القطاعات اللي هي معناها كما الصناعه مثلا وكل هذوما معناها الكل قايمين بواجبهم. والمواطن كما يجي الواحد العامل بنفسه حاسس بالموضوع هذا خايف على روحه زاد. هو الحقيقه ما نشاطركش برشا سي علي لهنا في حكايه الوعي. يجرنا كون واحده لاباس. على خاطر احنا شفنا المخالفات اللي صارت فتره الحجر الصحي الشامل، شفنا اللي فما بعض المقاهي حلت خلصه وتلقى بعض المواطنين يتردوا على القهوة هذه. دونك ما نجموش نعملوا على درجة الوعي عند المواطنين الكل كيف كيف. سمح لي بربي توه في النقطة هذه يعني واحد منها أو الرام الروح في الصباح هذا الخدر هو محلو هذا مش في رمضان حلو في الفطار باي بالله يقول لي أني يعني معناه واحد ناس مزنزم في الصباح كي منعمل شكل القهوة هذيك تحس حاجه حاجه نقصتك سالي يا سالي نعملوها في الدار القهوه هذيك الصباح. أيوة. كلنا نحبوا قهوه الشارع ما كي تجي ظرف استثنائي نجموا نعملوها في الدار. كي نجي نشوفوا فما بعض مقاهي اللي حلوا راهو حلوا هو باش يبيع في قبلي مي من الرسمه العباس اللي خذات قاعد قدام المقهى اي فهمني ما مشاش. لكن فما قرار بالغلط سي علي راهو فما قرار بالغلق معناتها غير قانوني انهم يحلوا حتى كان يعطي في وسط دبوسه معناتها غير قانوني. احنا القانون واضح قال لك سكر جوستومون. نعطيك مثال الكيوسكات المحلولين لكن فيهم قهوة فهمتني ولا نورمالمون نخدموا بيش الكيوسكات اور احنا لا. هو علاش تم اتخاذ القرار بالغلق سي علي على خاطر الايامات الاولى ما كريت انت فما بعض المقاهي ما التزموش ب انه ما فماش طويل معناتها صارت بتجاوزات. راهو بالنسبه للناس اللي معناها ما التزموش وقتها فك البريود الاولى بكل ما كان الناس مجاده عليها فهمتي ولا. اما انتم معناها اللي خدمتوا خدمه ما شاء الله الاعلام خدم خدمه كبيره ياسر هذه غطرت لكم حتى برشا كانت فما عيوب نتاع الاعلام هذا يوجبنا سي علي هذه خدمتنا نتاع كل يوم يعيشك يا سيدي. برافو راني من موقعي نقول برافو للاعلام اللي عمل الحمله الاقويه هذه باش حط في مخ العباد كونوا انت عندك خطر يذهب فيك هذه برافو. يعيشك يا سيدي تحية ليك. قبل ما نختموا اليوم معاك الحوار هذا يا سعلي المحلات التجارية والمساحات اللي تبيع البريتا بورتي والملابس وإلى آخره من وقتاش لوقتاش المدة معناها العمل ساعات العمل من وقتاش لوقتاش وقتاش تحل وقتاش تسكر؟ والله يعني توا على ما نعرفش بالضبط علاش خاطر خليتهم عملوا الاجتماع معناها نتاعهم وركحوا امورهم هو ما عندوش وقت معين هو بالنسبه للتاجر يحل في الصباح فهمتني يعني. حسب البلاغ نتاع وزاره التجاره سي علي من 9 ل 5 الخير من 9 ل 5 هو نورمال احنا طلبنا من 9 ل 5 اما هو كيما قعد بعد 5 ونص ولا حاجه شنو تقول مش هذا يا ملك سي علي قلبك كبير انت سي علي قلبك كبير تجاوزت الكل يعني روح رياضيه احنا روح رياضيه.
واضح يا سيدي. شكرا لك سالي، تحيه لي. خلي يخدم ارواحهم ان شاء الله، ان شاء الله ربي يعينهم، ربي يجيب لهم القصر. يعيشك سالي، شكرا لك. علي بن يحيى ورئيس الاتحاد الصناعه والتجاره والصناعات التقليديه بسوسه، هذا فيما يخص المحلات اللي استأنفت النشاط نتاعها، السلامه اللي باش يتم اتخاذها وتعليمات السلامه اللي باش نتبعوها اليوم. ردوا بالكم على روحكم كما قال سالي، نعملوا برشا على وعي المواطن اليوم التونسي اللي باش يتردد على المساحات هذه وحده وحده تكون عنده البادره. انا نجم نتفهم التوانسه اللي يحبوا يشري حوايج العيد لصغيراتهم ولا لرواحهم، نتفهم زاد انه فما عباد دخلت عليها سيزون ونجم يكون ما عندهمش تبديله معناتها للوقت هذا الكل نتفهموا. بقى شنو هو الصوره اللي ريتها صباح قدام احد المحلات التجاريه في تونس العاصمه، الاكتظاظ نتاع العباد وكيفاش الناس فوق بعضها والناس كل تنجم تشوف تصويره من بعد. ماذا بيا ما نشوفهاش في برشا حوانت على قليله في المده هذيا، على خاطر اليوم نسجلوا صفر اصابه بالكورونا في تونس، العباد الكل فرحانين ان شاء الله نقعدوا في نفس الفرحه هذيا الايامات الجايه بعد ما يرجعوا للمحلات والقهاوي وكل، دونك ان شاء الله نقعدوا في نفس الفرحه اللي احنا فيها البارح بعد تسجيل صفر اصابه. باغ كونتخ ديما التصويره هذيك نشوفوا فيها يوميا براتيكمون في الاسواق وفي المارشيات نتاعنا، وقت اللي العباد تهبط باش تقضي قضيه رمضان وقضيه كل يوم نشوفوا في الاكتظاظ هذاك والعباد على بعضها، ما جوست اليوم على خاطر نتبعوا في الاكتواليتي. باش نشرعوا الاكتظاظ في الاسواق ونشرعوا الاكتظاظ في الحوانت ونشرعوا الاكتظاظ في القهاوي نهار اخر، معناتها حلينا الباب لاكثر من منفذ باش لا قدر الله، باقي نقول لا قدر الله يكون فما عدوى، على خاطر حتى لتوا راه ما زلناش ننساو وراه وزاره الصحه ما تنجمش تعمل تحاليل معناتها بالكميه الكافيه، دونك حتى لتوا نجم يكون لا قدر الله ولطف على الناس الكل فما شكون حامل الفيروس نعيشوا معناتها احنا بيدنا نجم نكونوا حاملين الفيروس وما ظهرتش علينا الاعراض ومناعتنا تنجم تكون قويه، ما لا قدر الله نجم نعديوا عباد اخرين مناعتهم ضعيفه، دونك ما لازمناش نستسهلوا. حتى لليوم فما عباد اللي فوق 60 سنه ما لازمش يكون في الشارع، معناتها ما لازمش يكون في الشارع. واضح يا لله، يعطيك الصحه ريم. هذايا كان فيما يخص المحلات اللي تستأنف العمل نتاعها. احنا حكينا شويه على المحلات اللي في تونس نسبه الاكتظاظ كيفاش تكون، بعد شويه باش نشوفوا في سوسه المحلات هذه شنية اجواءها اليوم في اول نهار عوده للعمل. خليكم معنا زوم 73 حتى يشل ماضي الساعه. زوم 73.